اللوحة التي قال النقاد عنها أنها تجاوزت الموناليزا بقلم الرسام الصيني لينغ جون. ولد عام 1963، وهو رئيس المعهد العالي للفنون في الصين ومتخصص في الرسم الواقعي. مقدار التفاصيل في اللوحة مذهل وفوق الوصف. اللوحة لفتاة تدعى شياو جين أثارت الجدل بسبب واقعيتها، وقد علق الفنان أن كل لوحة من لوحاته تستغرق نحو العام لتنفيذها والخروج بالشكل الذي يرضيه.